هذا البرنامج برعاية سودا بوست، شركة سكر كنانة. سودا تل. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بالسادة المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج حتى تكتمل الصورة، وأرحب فيها بكل من دكتور الشفيع خدر عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني، والدكتور غازي صلاح الدين رئيس الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني بالبرلمان. مرحبا بكما. هذه الحلقة نخصصها للنظر في آفاق الحوار بين القوى السياسية، مستقبل الحوار، و كيف يمكن لنا أن نتجاوز تعقيدات هذا الحوار. وأرحب بالضيفين الكريمين، مرحبا بكم من جديد. طيب دكتور، يعني الناس تعتبر أنه بعد انفصال الجنوب الفرصة الحقيقية للحوار بين القوى السياسية فرصة كبيرة، برأيك لماذا لم يتقدم الحوار بين القوى السياسية بعد انفصال الجنوب؟ والله أنا أفتكر أنه هو بشكل عام فكرة الحوار طبعا فكرة مقبولة بشكل عام، وبعتقد أنه بأشكال مختلفة الحوار بيدور بطرق غير رسمية، سواء حتى في المجالس الاجتماعية بالنسبة للسودانية يعني، وحتى في حضورنا اليوم للدوحة يعني لفعالية هي أساس الموضوع الحوار، يعني بدليل الحضور من كافة الألوان المختلفة الفكرية والسياسية يعني. لكن الحوار بغرض الاتفاق حول يعني اتفاقات محددة أنا أفتكر عنده شروطه، يعني إحنا مش هنبدأ من المربع الأول لأنه حصلت اتفاقات بين القوى السياسية والمؤتمر الوطني، سواء كان اتفاقية القاهرة أو أبوجة أو أحيد أو الشرق أو اتفاقية السلام الشامل يعني، وده حوار أفضل. لكن الأزمة اللي احنا بنعيشها اليوم وخاصة بعد انفصال الجنوب فعلا بتتطلب يعني وقفة كبيرة، وبتتطلب حوار بحيث أنه نخرج من هذه الأزمة، وده احنا رؤيتنا اليوم في أنه بيتم بشروط يعني أولا أنه يكون في جو ملائم للحوار، بمعنى إلغاء مؤسسة الاعتقال والقوانين المقيدة للحريات، وفي نفس الوقت أنه يكون في حرية التعبير. أنا اللي قدامك ده ممنوع أكتب في الصحف، أتحاور كيف يعني. والحاجة الثانية أنه يكون في برنامج محدد يعني معروفة أنه سيؤدي يعني لفترة انتقالية، لدستور انتقالي، لمؤتمر دستوري، أيا كان القضية يعني. فأنا أفتكر دي يعني ما موجودة حاليا يعني مثلا تريد تهيئة الفرص للحوار أولا، الفرص بحيث أن يكون فعلا حوار مثمر يقتنع به الناس، يعني مش الناس شايفين ناس بتكلموا كلام تلفزيونات يعني. يكون كلام فعلا عنده علاقة بال يعني مثلا المثال عن موضوع الدستور اللي تم الدعوة له قبل أيام يعني. إحنا عندنا وجهة نظر من بدري يعني، نقول أنه الدستور مناقشة الدستور ده بيجي قمة لقضايا وقف الحرب، لقضايا معالجة قضايا الموضوع يعني الخلافات أو المطالب بتاعت الناس في موضوع السلطة، في موضوع الثروة وكده، وده موضوع بيتطلب حوار بروسيس طويل اسميناه المؤتمر الدستوري، ممكن أي واحد يسمعه معه. طيب هنفصل لموضوع الدستور يعني، المطلوب الآن تهيئة أجواء الحوار قبل البدء بالحوار، هل هذه العقبة الرئيسية أمام الحوار دكتور غازي صلاح الدين؟ والله زي ما انت شايف حسا ما في مشكله في الحوار، وهنا احنا قاعدين نتكلم وطلعنا من ندوه يعني كنا مشاركين فيها، معانا سله من السودانيين ذوي الاتجاهات المختلفه. الحوار الرسمي ذو الطابع الرسمي نفسه قطعت فيه اشواط يعني، حسا احنا مثلا الدستور القائم ده اللي هو تاسس وفقا لاتفاقيه السلام بيتناول كثير من الاشياء ذكرها الاخ الدكتور الشفيع فيما يتعلق بالحريات، فيما يتعلق بالحقوق الأساسية، فيما يتعلق بالنظام الحكم إلى آخره إلى آخره، وده اتفقت عليه كل القوى السياسية، فممكن يكون أساس جيد
للحوار يبنى عليه. يعني نحن ما بادئين من الصفر. صحيح في مطالب مبدأ في واجهتها مقبولة. يعني أنت لما تتكلم عن أنك لازم يكون في حرية التعبير، لازم يكون في حصانة من الملاحقة إذا الإنسان عبر تعبير مخالف، دي كل أشياء متفق عليها هي موجودة في الدستور طبعا. بتكون المشكلة هي قناعة الأطراف الموجودة كلها بتطبيقها. ليس الخلاف الآن خلاف النظرين حول هل هنالك داعي لأن أو هناك شرط لأن يكون هناك حرية في التعبير، ليس خلاف حول هذه القضية، خلاف هو هل هي مطبقة. ولذلك في نظري أنا الوجه الآخر للموقف المعارض الحالي اللي هو رفض الحوار حول قضية الدستور، وأن تتحاور وفق هذا الدستور المجمع عليه، لا تضيع هذه الفرصة لأن هذا الدستور الآن متفق عليه، ولأول مرة يمكن في تاريخ السودان يحصل اتفاق مثل هذا الاتفاق. فأنا بقبل الملاحظة ولكن بتحفظات، بمعنى أنه يعني لا تتحول هذه المطالبة المشروعة في أنك لا تقيم حجرا ولا تعاقب إنسانا برأيه، لا تتحول إلى عقبة أو إلى أداة أحيانا تستخدمها المعارضة في إيقاف الحوار الحقيقي. وأعتقد أنه في التفاوض دائما يقول لك عملية إجراءات التفاوض نفسها البروسيس، يعني للبروسيس، يعني أنت عشان تبدأ المفاوضات لازم يكون في اتفاق على قواعد أساسية، لازم يكون في اتفاق على مبادئ، لازم يكون اتفاق على 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 نظم يتم بمقتضى الحوار. فأنا أعتقد إنه يجب لا تضيع الفرصة لأنه دي فرصة تاريخية، وفي نحن الآن على مدى سنتين من الانتخابات العامة يعني أو تزيد قليلا، ودي فترة ليست كبيرة جدا لإدخال إصلاحات حقيقية في النظام السياسي. فإذا ضيعنا فرصة الآن في إدارة الحوار مع الأخذ في الاعتبار المطالب التي يمكن أن تكون مبدئية والنظر في ما هي العقبات التي تقف أمامها، أن يكون ذلك هو نفسه جزء من الحوار، أعتقد أن هذا هو الأفضل من أن يعني نرفض مبدأ الحوار جملة ونبقى متخندقين لفترة لا ندري أتطول أم تقصر، وبالتالي نضيع فرصة تاريخية لا متاحة. دكتور الشفيع، يعني لا تضيع هذه الفرصة وأن تتقدموا إلى الأمام، يعني لا سيما هناك أرضية موجودة متفق عليها على الناس ما يكونوا محتاجين لوقت كثير، فهي الدستور الذي تم الاتفاق عليه فيه فاشل. لا طبعا، احنا زي ما قلت في الأول احنا لسنا ضد مبدأ الحوار وتحاورنا من قبل، ما احنا تفاوضنا في من قبل بنفس الإجراءات اللي تفضل بها دكتور غازي وحول إجراءات التفاوض، موضوع التفاوض، وأنتجنا اتفاقيات، أنتجنا اتفاقية القاهرة مثلا. لكن احنا نتكلم عن انه اولا عندنا تساؤلات حقيقيه حول انه هل هنالك اراده حقيقيه عند المؤتمر الوطني في انه ينفذ ما يتفق عليه. حتى الان شعورنا انه لا، ما في اراده حقيقيه، في اراده في انه يبحث عن كيف انه هو يظل موجود في السلطه او يكون الطرف الرئيسي في السلطه. النقطه الثانيه، نحن الان طرحنا موضوع المؤتمر القومي الدستوري او مناقشه قضايا السودان ثم الاتفاق حول مواد الثوابت الدستورية وصولا إلى الدستور الدائم، وقف الحرب، قضية كردفان، قضية دارفور، جنوب النيل الأزرق، قضايا المطالب المختلفة، دي قضايا يعني إحنا ما بنطالب بأن هي تحل بأننا مثلا نعلن يعني وسيلة غير الوسيلة السلمية الديمقراطية للوصول لحلول حولها يعني. ودي قضايا أنا أفتكر أنه لو ما خطبت بالمستوى ده بيبقى يعني مثلا الكلام على انه تبقى سنتين للانتخابات العامة. طيب احنا ممكن نقترح انه هذه السنتين للانتخابات العامة التبقت فلتكون فترة انتقالية مثلا، فلتدار بحكومة انتقالية، فليعقد في خلال المؤتمر الدستوري، فلنناقش كلنا قضايا الازمة بتاعت البلد بشكل كلي وبشكل شمولي بمشاركة الجميع. يعني ما في شخص عنده اعتراض على الحوار، وما في شخص ممكن يكون صحيح ما في زر عنده. لا لحظة، يعني عندي قضية لازم تصل للناس بشكل واضح. حدك ما دقيقة، عندما تقول خليك معي إرادة حقيقية في الحوار، أنا مش بقول لك النية أصلا مبدأ في لا ما في النية، ما في النية. احنا ما بدينا امبارح، احنا غازي ما لها شهرين مش كده، لنا 23 سنة احنا، يعني مش نية شو، في حاجات عملية شايفينها قدامنا. احنا بنتكلم عن تحول ديمقراطي كده بيتم اعتقال، بنتكلم عن إلغاء مؤسسة التعذيب بيتم تعذيب، يعني مش كلام نية ولا كلام أنا بجيبه من قصص يعني. فالموضوع ده
انا بفتكر انه احنا عامل بالجديه، وانا لما اتكلم معك واناقشك موضوع الحوار ده انا بناقش بالجديه، بالجديه انه انا عايز اصل لاتفاق لصالح اصحاب المصلحه الحقيقيين، مش عشان انا اكون في سلطه او عامل اناقش قضايا ثقافيه عليا او او او. لهذا السبب انا بفتكر احنا بنطرح موضوع فلنتحاور حول وقف الحرب، فلنتحاور حول انه القضايا البصيريه التي تهدد ان هذا البلد يستمر موحد تنطرح، نناقش في 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 اي معقول للحوار، ممكن بعدين ممكن بعدها ننتقل لقضايا الدستور والسلطه وكذا. دي وجهه نظرنا باختصار يعني. طيب دكتور، عندما يقول ان هناك ليست اراده حقيقيه للحوار، وان الحوار يفهم منه كانما هو رغبه اراده للرغبه في البقاء والسلطه اكثر منه، والشواهد العديده هل يمكن تقال، هل تفتكر مثل هذا الرؤيه ممكن ان تفتح افق للحوار؟ طبعا هذا موقف قائم على اتهام النوايا، وهذا موقف يصعب إثباته أو نفيه، يعني أنت لا تستطيع أن تثبته أو أن تفيه إلا من خلال عمل. ولذلك يعني قولي أنا هو الموقف الأفضل من ذلك، هو أن تدخل أنت في مجال العمل وأن تحاول أن تحقق ما تهدف إليه، وأخذا في الاعتبار أنك لن تستطيع أن تحقق كل ما تهدف إليه. هذا أصلا هو جوهر العملية السياسية، هي قائمة على المساومة. الاتفاقات اللي أشار لها الأخ شفيع هي اتفاق القاهرة مثلا. اتفاق القاهرة هو اتفاق قائم صحيح، ولا شك أن المبادئ التي وردت فيه مدرجة في الدستور، وذلك الذين جاءوا عبر اتفاق القاهرة قبل الدستور، وبعضهم كان جزء من البرلمان الذي تكون في عام 2005. لكن نحن لا نتكلم الآن عن اتفاقية القاهرة، نحن نتكلم الآن عن مرحلة جديدة بعد انفصال الجنوب، يعني كيف نعيد تأسيس البنية السياسية في المرحلة القادمة. لكي ما نعيد تأسيس البنية السياسية لابد أن نفعل ذلك جميعا. هذا هو الموقف الذي يتبناه المؤتمر الوطني، وهذا هو الموقف الذي دعا المؤتمر الوطني إلى دعوة الأحزاب والقوى السياسية إلى الحوار حول قضية الدستور. الأخ الشفيع أثار قضايا أرجو ألا تكون هي شروط للتفاوض، يعني للحوار. يعني أنا أتفهم أنه ينادي بفترة انتقالية، هذا موقفه، هو حر في أن يتبنى هذا الموقف، ولكن أنا في تصوري هو يمكن أن يأتي بهذا الموقف وأن يدافع عنه من خلال عملية الحوار، يعني يدافع عن 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 فكرة الحكومة الانتقالية. المؤتمر الوطني على سبيل المثال لا يتبنى هذه الفكرة ولا يقول بها حتى الآن، ولكن طبعا هو لا يقول أنا أرفض أفكارا معينة من اللحظة الأولى، لا أقبل أن تطرح في مادة الحوار. الحوار الذي أتصوره هو حوار مفتوح، حوار ليست فيه موضوعات محرمة وموضوعات غير محرمة، لكل طرف أن يطرح ما يراه من قضايا، لأن البديل لهذا هو أن نتخنق في مواقف وأن نستتر خلف مطالب تعجيزية، وتبقى العلاقة متوترة، العلاقة السياسية بين القوى السياسية متوترة. الأفضل من هذا هو أن ننخرط في الحوار، أن تطرح القضايا كافة، لكل طرف أن يطرح ما يرى من القضايا، ودعنا نثبت للمجتمع من خلال عملية الحوار نفسها أن الطرف الذي نرميه بأوصاف معينة أو بتهم معينة هو فعلا يستحق هذه التهم. طيب. لكن إذا لم نبدأ هذه العملية ولم نشرع فيها، فمن الصعب أن نقبل الحكم على النوايا فقط بمجرد الظن، يعني وليس اليقين والتحقق. طيب دكتور شفيع، شروط للحوار كأنكم تشترطون حتى لمبدأ الجلوس والنقاش شروط مسبقة، وهذا يعني بدوري كما يقول دكتور غالي يصعب عملية الحوار نفسه. طبعا أي حوار تطرح فيه شروط قبل ابتدائه ما قالوا الفشل، يعني أنا أسلم بهذه هذا حقيقة يعني. لكن أنا ما أتكلم عن شروط، أنا أتكلم عن كما قلت في الأول عن خلق مناخ معافي وصحي من أجل حوار حقيقي، وبتكلم وما أحاكم نوايا، بحاكم أنا أفعال وأقوال. يعني عندما يتحدث رئيس الجمهورية في اجتماع عن الحوار وعن دعوة الآخرين، ثم يخرج أحد مساعد رئيس الجمهورية ويتحدث عن هؤلاء الآخرين أنهم لا يسوا شيء، تصريح يعني تصريح من شخص حاكم، مش تصريح من روائي أو قصصي أو كده. يعني المناخ أنا بتكلم عن أنه الآن المناخ في البلد لا يمكن أن يكون في حوار حقيقي في ظل عدم وجود حرية تعبير. أنا بفتكر أنه ما في حرية تعبير، يعني ما ممكن تكون ده واحد من قضايا الحوار نجي نتناقش حول أنه في حرية تعبير أو لا. لا، أنا عايز أشوف أنه في حرية تعبير، الصحف تكتب زي ما عايز، ما في سنسرة،
ما فيش مؤسسة ارتقال زي ما قلت، وأن كل شخص ممكن أن يدلي برأيه ما دام العملية بتتم بطريقة سلمية وحضارية. ده مش شرط، ده أول يعني حاجة عشان أو لبنة في أنه يكون في مناخ حقيقي للحوار. يعني اثنين، أنا لازم أشارك الآخر في وضع صياغة الأجندة والقضايا اللي لازم نتحاور فيها. يعني بعد ما نهيئ المناخ بننتقل لصياغة الأجندة وكيف نتحاور وكيف يتم هذا الحوار. أنا أفتكر لو العملية تمت بالطريقة دي ما في حد عاجل ممكن يرفض الحوار، لكن أن تأتي دعوة لكي نناقش قضية الدستور الدائم ونحن عندنا يعني معلومات وعندنا أن هذه العملية قطعت شوط في اللجان، وفي نفس الوقت تكون أنت تعمل مؤتمر صحفي، تعمل تصريح صحفي، تتحدث ما يصار في الصحف ثاني يوم بدعوى أنه سحب من بسبب الرقابة أو خلافه، ثم ينتقل الأمر إلى أن يتم اعتقال كوادرك أو نشطائك أو أن تمنع صحيفتك. يعني مثلا صحيفتنا ممنوعة بأمر جهاز الأمن. كيف يظل هذا الجو أن تقول لي أنه ده ممكن يتم فيه حوار ومناقشة هادئة والوصول لي؟ أنا أعتقد ده يكون بالنسبة للمواطن السوداني بيقول الكلمة المناسبة، يعني ده اللي عيب على تقول دكتور. يعني هذه ليست شروط، يعني هذا توفير لمناخ للبيئة حتى لا يصبح الحوار لعب على الدقون زي ما يقول الدكتور. لا، هي يعني ما الذي جعلنا نسميها شروطا؟ الذي جعلها شروطا هي أنها في النهاية وقفت عقبة أمام الحوار، والحوار نحن لا نتحدث عن إجراءات ولا عن بيئة فقط. يعني أنا أقبل الحديث مبدأ أن أقبل الحديث عن البيئة السياسية، ولا شك أن الحكومة لديها أيضا الحق في أن تطرح أفكارا وأن تطرح مطالبا في تحقيق البيئة السياسية، لأن الحكومة الآن تحارب أيضا من يحمل السلاح، والصفوف مختلطة بالمناسبة. يعني صفوف بعض القوى المعارضة مختلطة، بعضها يعني قدم في العمل السياسي وقدم في العمل العسكري. فإذا هنالك قضايا هموم حقيقية وانشغالات حقيقية للحكومة قد تعبر عن نفسها في إجراءات يراها البعض استثنائية أو أنها متطرفة في معالجة قضايا، ولكنها لا تأتي من فراغ كامل. لذلك أنا في اعتقادي أنه حتى نخرج من حالة الخندقة هذه، لأنه يمكن لكل طرف أن يتخندق، وأنا أوافق طبعا أنه إذا صدرت تصريحات تقول أنه يعني هؤلاء لا قيمة لهم أو شيء من هذا القبيل، هذا لا يمثل رأي المؤتمر الوطني. ينبغي أن نسمع للمطالب التي تدعو إلى تحقيق بيئة معينة يمكن أن يتم فيها حوار بناء وهادف، مع التأكيد أن لا شك أن الجانب الحكومي لديه أيضا مطالب في هذه الناحية. في اعتقادي أن يجب أن لا نجعل قضية البيئة العامة السياسية العامة عقبة أمام الحوار، ويمكن أن كنت أتوقع أن الموقف الأفضل بالنسبة للمعارضة هي أن تقول نحن نقبل المشاركة في فوضية الدستور أو في النقاش حول الدستور، وسنطرح هذه القضايا، وسيجعل التقدم في العملية في عملية الحوار رهنا، تجعلها رهنا بتحقيق المطالب التي ينادون بها والتي يظن أنها مشروعة فيما يتعلق بتحقيق البيئة. وعندما لا تحقق البيئة الحكومة البيئة الحقيقية للحوار، يمكن أن يخرج ويقول نحن جربنا وأنتم رأيتم هي الشعب السوداني ومضينا معهم أشواطا، ولكنهم لم يحققوا تلك البيئة التي نعتقد أنها ضرورية ولازمة تحقيق الحوار. أعتقد أن هذا هو الموقف الأفضل، لأننا في لحظة تاريخية لا نستطيع فيها أن نوقف الحوار، وإلا ستتحول مشاكل البلاد إما إلى حلول داخلية مفروضة أو إلى عواصم خارجية يقضى فيها في شأن السودان دون مشاركة حقيقية للسودانيين في ذلك. طيب أخرج دكتور كلام دكتور غازي، مخرج يدخل الحوار وطالب من خلال الحوار. يعني قبل حوالي 10 أو 15 سنة دخلنا بهذه الروح في حوار مع المؤتمر الوطني بنفس الروح اللي تفضل بها الدكتور غازي، وكما لو كان هو تحدث معي قبل 10 سنين أو 15 سنة كان حيكون إجابتي اللي أنا فعلا قلتها لغيره يعني نعم، ودخلنا في الحوار في اتفاق الغاية. ما زينينا وما زين الشعب السوداني، صفر. ماذا تتوقع أن كنت أن تجني؟ يعني كان أن يكون هنالك مشروع وطني للخروج بهذه البلاد من أزماتها، مشروع وطني يمنع انفصال الجنوب، مشروع وطني يمنع تجدد الحرب في جنوب كردفان جنوب النيل الأزرق،
مشروع وطني يخلي الناس الذين يتضررون ويحتجون لأنه نزعت أراضيهم بسبب السدود أو بسبب مشاريع قومية يتم مناقشتهم والتوصل معهم لاتفاق في إطار حل شامل وليس في إطار انفراد القرار بالمؤتمر الوطني أو بحزب المؤتمري والآخرين يكونوا مجرد كما قالوا بغاز طير. دي هذه هي العملية الحقيقية اللي أنا أفتكر أنها بتأدي إلى قدام يعني. وأما الآن إحنا ماش يعني ما ممكن أنا أجي أنا عايز عربون ما أنا ما أنا ما أنا ما في السلطة وأنا متضرر وأنا معارض وأنا معتقل وأنا كذا عربون واحد أنك تلغي مؤسسة الاعتقال تلغي قانون ال أنا ما قلت لك حل الحكومة أو 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 ألغي وزير كذا أو لا ألغي غارد أو ألغي الاعتقال التحفظي ألغي مؤسسة الاعتقال جنب القوانين اللي بتسمح بالاعتقال حندخل في حوار دور. طبعا الأخ الشفيع ربما كلامه لا يوضح حقيقة مهمة وهي أنهم دخلوا في المشروع السياسي يعني بعد اتفاقية ليس اتفاقية القاهرة حتى بعد اتفاقية نيروبي نيفاشا التوقيع في نيروبي في عام 2005 كل القوى السياسية وهذا ما أعتقد أنه من أكبر مكاسب التي يمكن نبني عليها كل القوى السياسية قبلت باتفاقية نيفاشا في 2005 وجعلتها أساسا للمشروع الوطني الذي يشير إليه الأخ الشفيع والحزب الشيوعي تحديدا شارك مشاركة رمزية يعني أنا كنت في البرلمان الذي نشأ بالتعيين طبعا ليس انتخابا وتعيينا لأنه كان يمثل إرادة وطنية خاصة في تلك اللحظة التاريخية الخاصة يعني لم يكن منتخبا حزب الشيوعي نفسه دخل في مع التجمع الوطني وكان ممثله الأخ سليمان حامد موجودا داخل حزب داخل البرلمان وكان هناك حوار حقيقي حول مشروعات القوانين عندما تحدث عن المشروع الوطني المشروع الوطني يمكن أن في النهاية أن يعرف بأنه مشروعات قوانين وسياسات ومشاركات معينة في أنظمة النظام الحكم المختلفة كل القوانين التي صدرت بما في ذلك دستور 2005 صدر بإرادة واحدة كان الحزب الشيوعي جزء منها القوانين التي صدرت لا أذكر قانونا واحدا صدر بالأغلبية الميكانيكية يعني كل القوانين صدرت بإرادة فاقت 80% أو 90% في حين أن المؤتمر الوطني بعد دخول نواب من دارفور حسب اتفاقية أبوجا ودخول نواب من شرق السودان كان تمثيله حوالي 47% إلى 48% ولكن القرارات كانت تتخذ بأغلبية تصل إلى 95% 96% إلى ما إلى ذلك هذه مشاركة في المشروع الوطني يعني ماذا نعني بالمشاركة في المشروع الوطني ومن خلال هذا القانون الأمن الوطني الذي يشير إليه أخ الشفيع صدر في أساسا في 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 هذه الفترة التاريخية فإذا ما يتم الآن ليس هو صنيعة صرفة للمؤتمر الوطني يعني هذا العمل شارك فيه كثيرون وجهة نظري أنا للمعارض هو أن يبنوا على هذا المكتسب لأنه اكتسبناه سويا وهنالك حجة لهم في أنه هذا الذي اكتسبناه سويا إذا كنا نتحدث عن اعتقال غير مشروع اعتقال غير مسنود بقانون أنا أقبل حجته في هذه المسألة لكن لابد أن يثبتها لي لابد أن أسمع وجهة نظر الطرف الآخر أعود إلى خيار الأفضل برغم ما قاله أعتقد أن هنالك فرصة وهنالك مساحة وهنالك مزاج عام سوداني وهنالك إحساس بأن اللحظة التاريخية لحظة مناسبة لكي ما نتجاوز هذه المسائل هذا كل ما أستطيع أن أقوله كل ما يتم بالقانون طبعا انت كنت يعني شركاء فيه يعني افتكر ده اعتراف اول مهم شركاء بدنا نعملها بين قوسين وهذه اتفاقيه محدده احنا وافقنا على اتفاقيه السلام الشامل ما في كلام وافقنا على دستور الانتقالي 2005 ما في كلام وفي نفس الوقت نحن وقعنا على الاتفاقيه اللي احنا جزء منها اللي هي اتفاقيه القاهره يعني اذا كانت هذه هي المشاركه احنا وقعنا على ذلك لكن المسألة يعني لما حتى المشاركة في البرلمان يعني مثلا وفق اتفاقية السلام اللي احنا عندنا عليها تحفظات بلغ موافقتنا عليها كان نصيب القوى السياسية الأخرى في معهد الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني حوالي 20% 20 مقعدا 20 مقعدا 20 مقعدا وبالتالي يعني دي لازم تضع يعني إذا كان لازم نقول حتى تكتمل الصورة يعني نقول كل الكلام ده يعني 20 مقعد يعني في حين أن الآخرين أكثر من 200 شوية وبالتالي القوانين اللي وجيزت بالغلبية الميكانيكية هي وجيزت بالغلبية يعني
في تمثيل جاي بالتعليم. لا مجاز وقانون واحد للأغلبية الميكانيكية يا أخي الشفيع. في قانون الأمن العام. لا مجاز قانون واحد للأغلبية الميكانيكية. الأمن. لا 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 قانون الأمن كان النقاش الشديد. لا 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 أقول لك أنا أذكرك. يعني أرجع مضافة البرلمان أنا كنت رئيس الهيئة البرلمانية. لا أنا سياسي. يعني كل ال كل ال كل. لا لحظة لحظة خليك معي دقيقة. كانت في قانون الاستفتاء وقانون الأمن وقانون النقابات وحدثت أن المعارضة نظمت مظاهرة أمام البرلمان وحصل ضرب أمام البرلمان ثم حصل اتفاق ما بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني بموجب تم إجازة قانون الاستفتاء وتم بمشاركة نواب المؤتمر الحركة الشعبية ثم أجيز قانون الأمن وقانون النقابات ده أيضا بمشاركة أو امتناع الحركة الشعبية وطبعا معارضة نواب التجمع أغلبية ميكانيكية صرفة يعني 20 مقعد مقابل 200 شوية لجابة أنا عندما قلت المشاركة قلت مشاركة رمزية فأنا بفتكر أنه لما سامع اسمع يا دكتور غادي في الحتة لما سمع أنا سامع أنا عازة جاي وأنا بطل أنا بفتكر أنه لما في ناس بيستمعوا لنا آخرين يعني أنا مش بنتجادل أنا وهو بس يعني أنا وهو يعني لو هنا فرصة نتجادل لكن هي نقطة مهمة نقطة بحاجة حاجة يعني مع الوقاية حقه نسمع رأيه ما نسمعتها في الأول دقيقة أنا أرد لك وبعدك يتكلم هو مش بعدين إحنا جدا جدا موافق فأنا بفتكر أنه المسألة مش ميكانيكية بالمعنى يعني إحنا مش شاركنا في مشروع وطني يعني بعدين إذا كان نفترض أنه تمت مشاركة في مشروع وطني لماذا حصل انفصال الجنوب؟ لماذا الأزمة الآن في البلد؟ إلا إذا كان الدكتور غازي ممكن يعترف لي أنه يقول لي دلوقتي ما في أزمة في البلد بلد فيها حرب، بلد فيها مجاعة، بلد فيها غلاء بلد فيها انهيار في صحة البيئة، بلد فيها هروب من كوادر اللي بتتعلم بلد فيها علامات انهيار الدولة إحنا نتكلم عن الواقع ده هذا الواقع بيحتاج إلى علاج العلاج أنا أقر الحوار والوصول إلى برنامج متوافق عليه لكن هذه العملية لا يمكن أن تتم بالرجوع إلى الماضي وبالحديث عن المشاركة في سنة 2005 وبالكلام عن اتفاقية السلام بوفق مشروع وطني لابد أن يهيئ الظروف عشان ما يعقد في ظل حوار حقيقي بين القوى السياسية طبعا لا يمكن الهروب من هذه الفترة يعني اعتبارا تلك الفترة لن تكون يعني هو الأخ الشفيع يقول لا نعتد بالمشاركة في برلمان 2005 والدستور 2005 هذا غير مقبول طبعا لأنك أنت وافقت عليه وأنت كنت جزء من ذلك المشروع لا أعترض نعم كنت جزء من ذلك المشروع حتى لو افترضنا أن أنا أؤكد لك أنه لم يجاز قانون في الفترة التي أنا كنت فيها في البرلمان الذي تكون بموجب اتفاقية السلام لم يجاز أي قانون بأغلبية ميكانيكية أنت كنت غايب لا لا لما خلينا أوضح لك أنا أقدر أنا كتلة التجمع الوطني كانت كتلة حيوية ولذلك أنا أسميت مشاركتها بأنها كانت مشاركة نوعية ومشاركة رمزية ولكنها كانت كتلة حية لأنها كانت لديها كثير من المواقف والاعتراضات على المشروعات القانونية التي كانت تقدم لكننا كنا حريصين جدا على الإجماع وأنا أذكر كنت أذهب أحيانا في قرار البرلمان حول القوات الدولية على سبيل المثال تبقى الأخ سليمان حامد فقط حتى كتلة التجمع وافقت على القرار وأبدأ اعتراضا في نقطة واحدة وقلت له إذا شطرنا هذه النقطة هل ستقبل تصويت معنا قال نعم وفعلا شطرنا النقطة وصوت معنا حدث إجماع حول هذه القضية المشروع الوطني ليس قانون الأمن وحده أنا أؤكد لك أن لا يوجد قانون أجيز بأغلبية ميكانيكية إطلاقا لكن على كل حال نفترض أن هذا جدل بيننا هناك قانون الجيش هناك قانون بنك السودان الذي حرم الربا هناك قوانين المنظمات هناك قوانين الصحافة هناك هذه كلها قوانين أجيزت بوجود الرمزي للتجمع وذلك الحزب الشيوعي والحركة الشعبية التي كانت تمثل الكتلة الثانية في البرلمان أجيزت لا يمكن أن نقول هذا يعني نلقي وراء ظهرنا ونقول إنه كان لم يكن وأننا نبدأ من جديد استراتيجيتي مخالفة لاستراتيجيتك تماما أنا في اعتقادي أن ما تم هذا رصيد وطني تم فيه لقاء لأول مرة الحزب الشيوعي الذي كان في وقت من الأوقات فقد شرعيته من خلال القرار الذي تم تعلمه الآن هو جزء من العملية في داخل كتلة التجمع الوطني كان يساهم مساهمة حقيقية في صياغة القوانين كان له وزراء في داخل التجمع الوطني يعني وزراء في داخل مجلس الوزراء كان جزء من هذا المشروع يمكن أن تحدث القطيع يمكن أن تختار أنت القطيع وتقول أنا أجر الخط هنا ولا أقبل بالبناء على ما سبق
أنا أقول لك الأفضل أن تبني على ما سبق، لأنك أنت كنت جزءا مما سبق وأنت شاركت فيه. ليست القضية هي قضية قانون الأمن الوطني وحده. البناء على ما سبق، إحنا بنتحدث بوضع فعلا باستراتيجيتين مختلفتين، مع أنه يعني أنا أكرر، لأنه وأهم شيء في حديثنا ده أنه بيسمعوا آخرين، يعني ما نحتاج لضوابط يعني بعد الجمعية التأسيسية ولا أرجع لي مع هذا البرنامج بسببك يعني والله أو بسببك أنت ما أعرف. يعني بيسمعوا آخرين. يعني القضية مش قضية أنه إحنا لا، كيف دي تجربة ما ممكن نشطبها من تاريخنا، يعني كونه يعني تجربة محاولة ترسيخ السلام بعد اتفاقية السلام الشامل، الحفاظ على حدود الوطن بعد إخراج قانون الاستفتاء يعني، وكل القوانين الأخرى. يعني أنا أفتكر أنه دي مرحلة نريد أن نبني عليها فعلا، وكان من الممكن أن يتم البناء عليها بشكل أفضل لو كان تم انتباه من قيادة البلد في تلك الفترة إلى أن البلد كانت تسير في اتجاه الانفصال، أو كان الانتباه لبعض الأصوات حتى في داخل الحكومة اللي كانت بتتكلم عن المخاطر القادمة، وبما فيهم أنت دكتور غازي في مقالات مختلفة. يعني أنا بفتكر أنه لا، يعني تم استثمار تلك الفترة، ذلك الرصيد من قبل المؤتمر الوطني في محاولة تثبيت وجوده في السلطة لمرحلة لاحقة يعني. وتم التعامل مع القضية في هذا الإطار بدون الانتباه للمخاطر الممكن تحدث، وربما بعض الناس تحدثوا عن أنه إذا انفصل الجنوب الموضوع يمكن نحصل نرتاح يعني في دوائر المؤتمر الوطني، بدون الانتباه إلى خطورة الحرب اللي جددت أو اللي جددت مرة أخرى بعد الانفصال. أنا أفتكر تلك المرحلة لا يمكن أن نلغيها، لا يمكن أن نشطبها، لا يمكن أن أي حد أن يتحمل مسؤولية مشاركة فيها يعني. لكن نحن نتحدث الآن عن وضع ماسيل قدامنا الآن يعني. هذا الوضع لا يمكن أن نقول أنه ده نتاج اتفاق قوانين تم الاتفاق عليها زمان، أو نقول أنه الاتفاق نتاج أنه كان ذلك الحزب أو ذاك التجمع في البرلمان. أنا أعتقد أنه هو نتاج يعني ممارسة سياسية تمت في بعد الانتخابات، فلنقل بعد الانتخابات، احنا قطعنا الانتخابات ايضا رفضا لقانون الانتخابات انذاك، وتمت السير بالبلد في طريق منحدر، لا يجتمع اثنان الان الا يتحدثوا عن انحدار البلد. كيف نوقف هذا الانحدار؟ كيف نوقف هذا المأزق المأساة اللي احنا عايشين فيه؟ بالحوار. نريد ان نكون في حوار جاد، انا بحيث ان اتحدث في داخل القاعة واحد نقطتنا من جبهة الليفون ده، لأن إذا تخشنا فيها طوالي كنا انتهينا بالمضمار ده بخمسة دقائق. إلغاء الاعتقال، أنا أقول لك ثاني وإلغاء قوانين اللي بتسمح بالاعتقال والسعي بحرية التعبير، من أن الكل يقول اللي عايز يقوله، ثم بعد ذلك يشارك الجميع في التحضير بلجنة تحضيرية لأجندة نتحاور. طيب أنت تقول ما تقول في هذا البرنامج وعلى يعني وسوي بس، لكن دكتور غازي خلينا نسمع إجابتك. هل صحيح أن المعارضة السودانية الآن ما يمنع بينها وبين الحوار بين الحكومة وهذه الأسباب الموضوعية في نظرك، أم هنالك عقبة نفسية اتبنت بالتجارب بين الحكومة والمعارضة أدت إلى هذه النتيجة؟ أسمع الإجابة منك بعد الفاصل إن شاء الله، فاصل قصير ثم نعود لمواصلة الحوار، ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية سودا بوست، شركة سكر كنانة، سودا تل. يا خبر جديد رجع البريد
السودان بريدك. كنانة مصدر أخضر متجدد للغذاء والطاقة. الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي. مويه برد سمحت عليك. طيب اشوفك اهلا. اهلا بك. تفضل. الله يبارك فيك. يمين لسه يا محمد يمين شويه. السلام عليك. يمين شويه. اهلا 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 فيصل. الله يبارك فيك. تفضل تفضل. ده سكريبت الاعلام. موبايل انترنت من سوداني. طيب 50 قرش لليوم. 3 ساعات ب 25 قرش. 3 ساعات ب 25 قرش. مظبوط. ده شنو ده؟ ده العرض بتاعنا. ما في زلحة يصدقكم. كيف الكلام؟ لا 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 ما في زلحة يصدقكم. لا 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 25 قرش قال. عرض محلي جنة العالم. موبايل انترنت غير محدود 50 قرش بس لليوم. ولأول مرة في السودان 3 ساعات ب 25 قرش بس. سوداني أفضل انترنت في السودان وخليك سوداني. لا 25 لا لا يا أخي. من جديد مرحبا بالسادة المشاهدين. اتصل الحوار حتى تكتمل الصورة حول أفاق الحوار بين القوى السياسية بصحبة كل من دكتور الشافعي خضير عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني والدكتور غازي صلاح الدين القيادة بالمؤتمر الوطني. مرحبا بكم دكتور غازي. كنا قبل الفاصل نسأل عن العقبة الأساسية في الحوار، هل هي كل هذه الموضوعات التي تفضل بذكرها دكتور الشفيع أم أن هنالك عقبة نفسية أيضا تتمثل في أنه تاريخ الحوار بين المؤتمر الوطني والقوى السياسية جابته كثير من الشوائب وفيه كثير من التعقيدات وهي بدورها الآن تقف عقبة أمام اتصال الحوار؟ قد يكون صحيحا أنه قد شابته شوائب وأن المؤتمر الوطني بدأ للآخرين كأنه يريد أن يسافر على السلطة، لكن الحقيقة أنه أنتج نتائج أدت إلى 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 مرحلة حدث فيها قدر كبير من التوافق الوطني، هي المرحلة ما بين 2005 إلى 2010. ولذلك لا يمكن أن نقول نترك كل ذلك خلفنا ونبدأ من جديد. يعني أنا أعتقد الاستراتيجية هنا خاطئة. هنالك عقبة نفسية في نظري لدى بعض الأحزاب المعارضة، وهنالك في نظري أيضا سوء تشخيص. يعني عندما طالب الأخ الشفيع أو طالب الأحزاب المعارضة بإلغاء الاعتقال، أنا لا أعرف قانونا في العالم لا يوجد فيه اعتقال تحفظي إطلاقا. عندما وجيز قانون الأمن عرضت التجارب الإنسانية أخرى، عرضت التجربة البريطانية في الاعتقال التحفظي، وعرضت التجربة الفرنسية، وعرضت التجربة الأمريكية، وأسوأهن الناس على التجربة الأمريكية لأنه لا حد لها الاعتقال التحفظي بتهمة الإرهاب. فلا يوجد قانون في 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 هذه في هذا الكون الذي نعرفه الآن ليس فيه مبدأ الاعتقاد التحفظي. المشكلة هي في التطبيق. يعني وقد أوافق الذين يتخوفون والذين يريدون القصص ويقولون نحن منعنا أو اعتقلنا أو كذا وكذا، قد يكون هذا صحيحا وينبغى أن نتحقق منه، وينبغى أن يكون التطبيق صحيحا، أن تطبق حالات الاعتقال على الذين يستحقون الاعتقال. هنالك مجموعات مسلحة، هنالك تخابر مع دول أجنبية، هنالك أشياء كثيرة تستوجب أحيانا عند، ولكن سوء استخدام المبدأ هذا شيء يمكن أن نناقش، هذا شيء أقبل النقاش فيه. ولكن ليس مقبولا أن نقول لن نبدأ الحوار إلا إذا غيرنا القانون الفلاني أو القانون الفلاني أو أخذنا فقرة مشروع جدا وجودها في ذلك القانون ولكن تطبق بحيثيات معينة وبقيود معينة، أن يكون ذلك هو الشرط للحوار. هذا يعني شرط، هذا يعني خندقة، هذا يعني أننا لن نخرج من هذه الحالة، وكنا قد خرجنا منها في السابق في الفترة التي ذكرناها إلى ساحة أرحب من التعاون ومن التحاور. ولذلك أنا أعتقد أنه هذا الموقف فيه قدر من الارتداد إلى الخلف ويصعب جدا إذا بسبب حالة نفسية. الحالة النفسية موجودة، ولكن أنا في يعني سوء التشخيص عندي هو الأصح. سوء التشخيص دكتور والحالة النفسية طبعا نجعلكم الآن في هذا طبعا احنا الاثنين أطباء ممكن نشوف موضوع سوء التشخيص ده بطريقة وأنا أكبر منه فهو واحد بجي ناسه هو يعني شاب صغير كده أنا أفتكر أنه
يعني احنا ما هو الحوار ما هو الهدف منه؟ يعني انا اذا كان عايز واحدة من اهدافي في الحوار انه نصل الى مناخ سياسي ديمقراطي مثلا معارفة بفتكر انه بتبقى شيء غريب لو انا بقول انه خلينا ندخل الحوار ده وتلك المادة اللي انا في نظري بتحجر الحرية او تلك الممارسة اللي بتمنع الحرية زي مصادرة الصحف او مصادرة المقالات او الاعتقال ان تلغى لانه الاصل ان نحن حنكمل على ده يعني زي العربون زي لما عايز اعمل مش زي النجار يعني اعمل الحاجة يعني عربون عربون لما سيأتي يعني لكن ان 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 يتم بعدين المساله النقطه الثانيه مش احنا ما حن ده مش حوار حنبداه لاول مره يعني بعد 23 سنه من وجود الانقاذ يعني في تاريخ في الكلام وفي المبادرات السودانيه والحوار والمناقشات زي ما قلت في التاريخ اللي تكلمنا عنه على الاتفاقات يعني التاريخ ده لازم يكون في ذهني موجود وده يمكن بيكون شكل الحاله النفسيه اللي انت بتشير لها في ذهن انه الانقاذ تتفق معك لتلتف على ما تتفق معه دي حاله موجوده يعني نشوف علاج لها يعني احنا بنقوله في علاج لها يعني ما حيقنعني بانه لا كده تعالوا المره دي احنا حنشوف انه الموضوع ده ماشي كيف انا بفتكر انه بكل بساطه احنا الان في الدوحه في اطار فعاليه منظمه صحيح مش من الحكومه ولا من المعارضه يعني لكن حوار حوار ندير حوار ونناقش ونتوصل ولا نتوصل ما انتهى هو لاشياء يعني فانا بفتكر انه الفكره في أنه إذا عايزين نصل لحوار حقيقي لمعالجة الأزمات المختلفة اللي احنا متفقين على وجودها لازم يكون في جو ملائم بالإنجليزي conducive atmosphere عشان هذا الحوار يصل إلى نهاياته لكن أن نجي لنتحاور ومن أولى قضايا المناقشة في الحوار أنا أتناقش عن حريتي وحريتك ده أنا أعتقد أنه منطق مطلوب يعني في الدنيا كلها في قوانين بتلغي يعني الاعتقال أنت تشترط الآن أو بتبدأ توفير الجو يعني بتقول أنه يلغى تلغى مثل هذه الناس في الدنيا كلها إحنا ما نغير نفسنا بالدنيا عليك الله ندخل نفسنا في مشكلة ذاك يعني وبالذات الدول الديمقراطية دي لأن هم في خطة وإحنا في خطة خلينا إحنا في السودان ده نتكلم عارفين تعقيداته عارفين المشاكل عارفين لكن حتى الدنيا دي حسمت موضوع حرية التعبير حسمت موضوع حقوق الإنسان الدنيا ما شاء الله بالترغاز يعني حسمت موضوع أنه دي شيء لا يعلى عليه حسمته يعني وبالتالي لما يتم الاعتقال يتم الاعتقال في الإفاضة أسوأ قانون صادر حرية الناس هو الباتريوت أكت الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الأحداث المكارثية هذا قانون هو الفاعل الآن في الولايات المتحدة الأمريكية وليس له حدود يعني ما يتكلم لنا الشفيع عن أنه ده عالم ونحن عالم حقيقة الوضع في السودان في من حيث القانون النظري من حيث القانون النظري افضل من الباتريوت اكت في في في, في الولايات المتحده الامريكيه قانون صادر حريات المدنيه تماما والامريكان نفسهم يتحدثون عن هذه القضيه ونحن لسنا بمعزل عن العالم من حولنا يعني. طبعا يعني لسنا بمعزل. ولكن انا في اعتقادي ان ان واحده من أيوة الاختلاف بيننا هنا الان هو الشفيع هو يرى ان حركته السياسيه سواء الخاصه الحزب الشيوعي او المنضوي تحت مظله اكبر التجمع او المعارضه القائمه الان هنالك اختلاف في تقييم ما حققه الحوار من قبل من نتائج هو يستصغر ذلك انا لا استصغره انا اعتقد انه حدث توافق حول عدد كبير من حتى اذا قبلنا بما قاله عن قانون الامن الوطني كل القوانين الاخرى اجيزت باغلبيه كبيره او بتوافق إذا دخلنا في المباراة هذه حول يجب أن تفعل ذلك أولا قبل أن أمد يدي لك الحكومة يمكن أن تتقند أيضا في مواقف وتقول أوقفوا الاتصالات بالحركات العسكرية أوقفوا المناداة بإسقاط النظام يعني هذه أيضا مطالب تبدو مشروعة ومنطقية من قبل الحكومة لذلك المطلبية هي من الجانبين وفي نظري أنه إذا كانت هناك فرصة يمكن أن نعطيها للوطن بحيث يمكن أن ندير ذلك الحوار بأقل قدر من الشروط مع التسليم الكامل بأن البيئة السياسية سواء التي تطالب بها الحكومة وتطالب بها المؤتمر الوطني باعتبار الحزب الغالب أو التي تطالب بها الأحزاب المعارضة هذا شيء مقبول في حدود المعقول يعني ولكنه يأتي من خلال يعني إبداء النوايا الحسنة تجاه قضية الحوار والشروع العملي في الحوار أنا متأكد أن المكاسب لا يمكن أن تتحقق
للقوى السياسية جمعاء وللوطن أفضل كثيرا مما يظن الأخ. طيب حقو نشوف لو الشفيع الداني يعني هل في منطقة وسط بين المنطقين، المنطقة الذي يقول به الدكتور غالي منطقك، هل يمكن أن يعني الناس تلاقوا في حتة في النص فدل إنه داء أو لا؟ أنا شايف إنه يعني لو دكتور غازي عاد النظر مرتين في ما يقوله بنصل للمنطقة في النص. يعني أنا ما شايف في قطبين دلوقتي على الأقل في البرنامج ده. على الحاجة الثانية أنا بشوف إنه الحكومة مثلا والمؤتمر الوطني على الاستعداد دائما على التفاوض مع الحركات اللي بتحمل السلاح، ما بتشترط عليها إسقاط السلاح يعني أو تسليم سلاحها ثم تتحاور معها يعني. وبالتالي إذا كان ده وده موضوع دي حركة شايلة سلاح، وإنت دلوقتي احنا بنتكلم عن حركة لا تحمل غير الكلمة والحديث والعمل السياسي يعني الجماهير يعني. فأنا أفتكر أنه يعني أنا بس بشير لما يدور أو سيدور في أديس أبابا من اتفاقات أو اتفاقية 28 فبراير العام الماضي أو خلافه يعني. لكن أنا بتكلم عن وضع شايف أنه المدخل له بسيط يعني قد يكون الأخ غازي أو شايف رفاقه شايف أنه ما بسيط يعني موضوع تهيئة المناخ من أجل الحوار الحقيقي. أنا يعني منطقة وسط دكتور فيه المقابل إذا 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 كان هناك حوار بالطبع سنصل إلى منطقة وسط. المشي هذا ما أقوله يعني إذا لم يكن هنالك الآن الشرط أنه هناك حوار يعني. نعم وهذا أصبح شرطا بالنسبة لي أصبح شرطا. ولذلك إذا لم نضع القضايا على الطاولة ورتبنا أسبقيات هذه القضايا وأولوياتها وأهميتها يعني لن نتقدم. أنا مستعد من ناحية مبدئية أن أقبل أي مطلب مشروع يعني يعزز الحوار ويجعل الحوار قائم على إرادات متساوية يعني ليس فيه إرغام ولا قهر ولا إكراه. مستعد أن أستمع إلى هذه ومستعد أن أستمع له أيضا في سياق تبادل مع الطرف الآخر في ما يقلقني أيضا وشغل من مؤاخذة التغذية والأحزاب المعارضة. لكن من الضروري جدا أن نخرج من هذه المنطقة منطقة هل نتحاور أم لا نتحاور وكيف نتحاور. يعني لابد من الوصول إلى 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 صيغة فيها. أنا في اعتقاد أنها إذا توفرت إرادة سياسية ونوايا حسنة وينبغي أن تتوفر لأن هذا البلد ننتمي إليه جميعنا وهو يمر بمفرق تاريخي مهم جدا وهو يتشكل الآن يعاد تشكيله ويجب أن نشترك جميعا في إعادة تأسيس ما نسميه البنية السياسية بالقوانين المنظمة لها وبالمفاهيم الرئيسية التي يمكن أن نتفق عليها. وفي استعراضي لتاريخ السودان أعتقد أنه لم تسنح هذه الفرصة كما سنحت الآن. يعني عندما كنا في الجامعة الأخ الشفيع يعني كان أخل يعني ورانا بسنة يعني في كلية الطب ما كان يمكن لهذه الجلسة أن تتم أصلا يعني. بنتك أنت عكاتيز يعني لا سيخ يعني لا السيخ ده بتاعهم هم معروف عمل ما كان يتم هذا الحوار فأعتقد أن الظرف السياسي تقدمت أنتم لكن يبدو أنهم تأخروا في القصة دي لأنهم تجربتهم الآن عاملة لهم حاجز. تجربتنا في أننا يعني معتقلين فترات طويلة وتجاربنا طويلة وإذا رجعوا للخلف وعن تجربتنا لن تكون معنا وحدنا نحن نكون مع الأحزاب السياسية الأخرى مع الطائفية السياسية التي كانوا يهاجمونها طبعا والتي حلتهم في عام 68 طيب تقديري الخاص أنه من 56 حتى الآن هو يعيش مرحلة انتقالية بمعنى أنه المشروع بناء الدولة المستقلة الحديثة حتى الآن ما أنجز. إنجاز هذا المشروع لا يمكن أن يتم بأيديولوجية ولا يمكن أن يتم بواسطة حزب واحد أو حزبين مؤتلفين أو ثلاثة أحزاب ولا يمكن أن يتم مهما يدعى التآلف ده أو الحزب ده أنه بيحمل الأفكار العظيمة أو
مقدسة حتى يعني، إنما ده بيتم بإطار مشروع بيشارك فيه كل السودان. ودي الفكرة وراء أن الناس يقتسموا السلطة والثروة، ودي الفكرة عند الآخرين وراء أنهم يشيلوا السلاح ويتمردوا على المركز. هذا المشروع بهذا الحجم، هذا التحدي بهذا الحجم بيتطلب تنازلات ويتطلب مساومة وبيتطلب أنه يكون في قدر من مساومة وليس إلغاء. لا ما في إلغاء، ما في إلغاء الأخلان، الاستحيل من تلغيه حتى لو كان أقلية بيحمل السلاح بكرة بيقول هو بيطالب بحقه يعني. مساومة وبيطالب أنه يكون في تواجد. وهذا الموضوع عندما تكون أنت حاكما دائما بتقدم المساومة الأكبر، والمساومة المطلوبة مش أن يشيلوا غازي مثلا من أنه هو يكون رئيس الأغلبية في البرلمان أو يرفض الوزير الفلاني أو كده. المساومة اللي احنا بنطلبها أن أضمن جو معافى وحر، وحر في أنه أنا أفاوض بطريقة حرة. طيب هو مش أي أنا أفاوض على حريتي. الكلمة التي استخدمها مرارا وتكرارا الأخ الشفيع هي كلمة المساومة، والمساومة لا تتم إلا عبر حوار. يعني إذا انغلقت قنوات الاتصال والحوار لا تحدث مساومة طبعاً. يعني كل ما أقوله الآن كيما نصل إلى المساومة هذه أيا كانت هي لابد أن نتحدث. هذه جلسة، جلسة حوار قدام الناس، يعني يصهر تصهر الصورة وكأنك ترفض الحوار ما لم يشتج. يعني حوار على المبدأ أنت تقول أنا داير كده وداير كده وداير كده وداير كده. المبدأ ده يعني أنك تدخل في الحوار من أجل أن تحقق شروط مطالب. ألا تبدو المعارضة كأنها هي بدءا عندها موقف من من حتى فكرة الجلوس؟ لا ما أفكر. يعني زي ما قلت لك يعني هو الحوار ده يعني زي ما أنا في أثناء بتكلم وقلت ده حوار دلوقتي إحنا من دي الحوار. أنت الوسيط يعني مجازا يعني. لكن ده حوار لأنه الشعب بيسمع في أفكار دكتور غاز، بيسمع في أفكاري أنا. هنطلع من هذه الحلقة هنتكلم في الموضوع ده، هنتواصل يعني. فالحوار ده بالطريقة دي ما قلت لك موجود. أما الفكرة بتاعتك يعني مثلا المعارضة قدمت مشروع من شهر أو شهرين سمته البديل الديمقراطي، ما تحدثت فوقه عن إقصاء ولا تحدثت فوقه عن كده، إنما تحدثت عن دعوة إلى مؤتمر دستوري، إلى حوار، إلى حوار مع الـ مع الـ مع, الـ مع الآخر يعني، بالذات مع المؤتمر الوطني. ودي ما أول دعوة مثلا. يعني أنا عايز أقول لك إن الفكرة مش ما موجودة أو الفكرة مرفوضة في الحوار يعني، لكن التجربة والكم 20 سنة والمآل اللي وصل له البلد خلانا نكون حريصين في أنه هذه العملية تتم كيف عشان ما نكرر تاني المسألة دي. يعني في ناس بيتهموا المؤتمر الوطني أنه يريد أن يشتري الوقت بالتفاوض وبالحوار هذا يرجعنا إلى اتهام النوايا مرة أخرى، هذا لا يمكن التحقق منه. لكن طبعا يعني إذا أخذنا واستفضنا في حديث المآخذ، طبعا المؤتمر الوطني يمكن أن يصير عدد من المآخذ على المعارضة، ويتهم بأنها ليست على قلب رجل واحد، ويتهم بأنها منقسمة في الحقيقة، ويتهم بأنها بعضها يراوغ، يعني يجامل هنا ويجامل هنا. يعني المآخذ لا تنتهي، يمكن لأي إنسان أن يسير عدد من المآخذ. أنا في اعتقادي أن هذه طبيعة البشر وأنهم يختلفون، ولكن إذا استطاعوا أن يحددوا لأنفسهم منهجا للحوار هذا والاختلاط يعني في الأمر العام في الشأن العام، يمكن أن يتوصلوا إلى صيغ. وأعتقد أن المسألة رهينة بالإرادة السياسية. أنا طيب. أستطيع أن أقول إن أتحدث عن المؤتمر الوطني، أعتقد أن هناك إرادة سياسية حقيقية. قد يكون بعض الناس لهم تصورات مختلفة عن آخرين، ولكن مدام الإرادة السياسية موجودة، مبدأ أي فعل هو الإرادة. طيب. يعني أنت لا تذهب إلى السوق لأنك لديك رغبة أن تذهب إلى السوق، يعني أي فعل هو مربوط بإرادة معينة، فلا بد أن نوظف هذه الإرادات السياسية من أجل الوصول لاتفاق حول هذه القضايا. طيب دكتور، أنا داير يعني دايرك تبدأ، يعني أنا بعرف أنه الحوار بين دكتور الشفيع ودكتور غازي حوار مختلف بلا شك، يعني حوار عقلاني، وكل منكما يعني يملك رؤيته الخاصة حتى في إطار مجموعته، ويعني هذا بالضرورة يدفعني لأنه أطلب منك أن تقدم رؤية نقدية لموقف المعارضة من عملية الحوار ككل، وأطلب من الدكتور غازي كذلك أن يقدم رؤية نقدية لموقف المؤتمر الوطني من قضية الحوار، لأنه بلا شك أنتما يعني في كل في حزبه يعني ينظر لهذه المسألة بنظرة مختلفة،
وبالضرورة إذا لم يتقدم الناس بنقد ذاتي للمواقف أحيانا بفرض التخندق والإجمال نستطيع الخروج إلى العمل. برأيك هل تملك المعارضة رؤية متفق عليها، رؤية استراتيجية لقضايا البلد، أم أنها ظلت تتكئ كثيرا على مسألة التكتيك تتفق مع المعارضين للحكومة رغبة في إلحاق أكبر أذى بالحكومة، وهذا الموقف المتراوح بين أحيانا تبني العنف وأحيانا تبني السلم أضر بها وأضر بشعبية في الشارع السوداني وأضعف مواقفها كثيرا؟ طبعا المعارضة كجسم يعني أنا أفتكر أنها هي معرضة للمناقشة والانتقاد ومن كل الأطراف الشعب السوداني يعني. وأنا ما أفتكر أنها هي جسم يعني نشأ عشان ما يستمر متجانس أو يستمر بدون أخطاء، بالتأكيد بتحصل أخطاء في المسيرة بتاعته، لكن وزي ما متفق تماما مع الكلام اللي كان بيقال أن يعني القصة مش يعني محاكمة نوايا أو إرادات أو كذا، إنما علينا بالعمل الملموس. يعني أنا أفتكر أن المعارضة يعني غض النظر عن الهبوط هنا والارتفاع هنا في التكتيكات أو الخلل هنا وهناك، لكن بتطرح رؤية على الأقل منذ التسعينات وهي بتتحدث عن مخرج للبلد، وفي ذلك الوقت كانت تتحدث عن مخرج لبلد موحد مش فيه انفصال يعني. ويمكن المؤتمر بتاع 95 اللي عقد في أسمرة تحدث عن كل المفاصل اللي ممكن تكون نواة لمشروع وطني بعد أن يكتمل بالحوار مع الآخر يعني. دي كانت نظرة جادة وجلسة جادة، قد يكون لهذا الفصيل أو ذاك من الحكومة يعني عندها رأي، عندها رأي في تقدم الرؤية النقدية لها. أنا عارف أن رؤيتك يعني كلية، لكن الرؤية النقدية المعارضة أنت تنجز المعارضة دي طبعا المساومة دي أنت تنجزها، واعتراف بتقصيرك هنا واعتراف بتقصير الآخر طبعا. نلتقي في طبعا يعني مثلا الآليات بتاعت العمل السياسي، الطريقة الطرح، الخطاب السياسي، ده كله ممكن يكون فيه قصور يعني في الطرح العام بتاع المعارضة يعني. لكن أنا صعب حسي دلوقتي أنا أخش في تفاصيل عن هذا المعارضة ما لم تكون المعارضة طبعا ده ما تتحالف جوهوي يعني، عشان ما أنا أقول الكلام لها. إحنا مثلا كحزب عندنا وجهة نظر ونشرناها حول المعارضة، حول التجمع الوطني ناقضة يعني، لكن يعني هنالك مباشرة من يقول أنه لا أنت ما تطرقت للأسباب الموضوعية اللي منعت المعارضة أنها تفعل كذا وكذا وكذا، ونرجع تاني لكلامين حيكون مكرر يعني عن القمع والاعتقال وكذا، أنا ما عايز أكرر طيب يعني. دكتور غازي نشوف برضو دكتور غازي، هل دكتور غازي المؤتمر الوطني أيضا متهم من قبل المعارضين بأنه بكنكش في السلطة، استحلم قعاد 23 سنة ويطمع في المزيد، وبالتالي مستعد يقدم كل التنازلات للقوى المسلحة لفاشكات نموذج أنه قدم تنازلات كبيرة جدا للحركة الجنوبية ولم يقدم ربع هذه التنازلات لقوى الداخل، رغم ما يجمع به من يعني صلات ورغم ما يجمع به من مشتركات. ما انت فشلت في ان تستصدر. لا انا خلاص حالك قدام التلفزيون قدام المشاهدين كل ذول يقدم نقد ذاتي راو ما طول يومين هو يعني هذا ليس عدل. انت ابقى الافضل ما تراوغ دائما مطلوب منك من المزيد. والله شوف انا ما اعتقد المشكله عندنا مشكله اراده سياسيه. لو في وجه واحد انا ممكن يعني يكون مسار نقدي بالنسبة لي، نقدي بالمعنى الإيجابي يعني ليس بالضرورة التفتيش عن الأخطاء، وأتحدث عن هذا الجانب فقط، إنه بعض الناس بيروا الوفاق الوطني والاجتماع الوطني اللي هو قائم على معادلات حسابية وهو ليس كذلك. يعني ليست القضية أن تدخل انتخابات وتنال الأغلبية وتفترض أنك قد فوضت لطرح مشروعك بمعزل عن الآخرين، وده فهم غلوط للديمقراطية. يعني ينبغي أن نفهم، وأرجو أن يتأسس هذا الموقف في داخل المؤتمر الوطني ويشيع يعني بين كل الناس، أن المطلوب ليس فقط هو أن تحرز أغلبية انتخابية وأن تفرض رؤية من خلال هذه. هذا ترتيب متقدم إذا كانت هناك اتفاق حول الأساسيات، ولذلك
صحيح أن المؤتمر الوطني حتى وإن كان قد يعني نال ما ناله وتحصل على ما تحصل عليه من خلال الانتخابات السابقة، ولكن فكرة الوفاق وفكرة الإجماع وفكرة الإصلاح السياسي هي أكبر من مجرد معادلات رياضية، يعني كم لدينا في البرلمان وكم لدينا في الحكومة. لكنني لا أعتقد أن هذه المشكلة بغير حل، يعني أعتقد أن هذا الفهم يتعمق ويترسخ وتتسع دائرته. ولذلك أنا عندما قلت أن اللحظة التاريخية الآن مواتية كما لم تواتي منذ عام 56 أو 53، يعني عندما بدأت 54 بدأت الانتخابات والحكومات المنتخبة، يعني لم أرى السودان في تاريخه الآن قابلا لأن يجتمع أبنائه على مفاهيم أساسية مركزية في كيف يحكم البلاد من وين اليقين ده جايك رغم انه الكلام من خلال من خلال من خلال لا ابدا ما متبعد في المسائل يعني نفسيا على الاقل انه الدليل اكبر دليل عندك اتفاق مباشر اقصد الدستور 2005 الدستور هو افضل ما في اتفاقي حقيقه لو كان في حسنه واحده هذا الدستور حسم قضية الشريعة التي كانت مشكلة جدا في منذ عام 56 يعني ومن قبل عام 56 حسم قضية النظام الفيدرالي حسم قضية النظام الرئاسي والذي يمكن أن يتغير يعني كل شيء ليس هنالك محررات يعني. لكن يعني لأول مرة هذه القوة التي كانت تصطرع وتتشاكس في أصغر الصغائر الآن في قضايا هي من الكبائر يعني مسائل كبرى تتفق يعني هنالك أشياء تعلمها الناس بالتجربة. الأخ الشفيع قال قبل قليل كلمة مهمة جدا، قال السودان لا يمكن أن يحكم بطريقة عقائدية، وهو ينتمي لحزب عقائدي ولكن هو يسلم بأنه لن يحكم. هذه قناعات أعتقد أنها ترسخت في المجتمع السوداني بما يجعل إمكانية الاتفاق واردة بدرجة كبيرة. طبعا أنا جربت أدوكم فرصة للنقد الذات، أفتكر كل زول قال كلامه ما بيتمسك منه حاجة كثيرة يعني، لكن يعني هناك من يقول برضو أيضا دكتور الشفيع بأنه لو تجاوزنا هذه العقبة الأولى اللي هي تعملوا كده عشان نجي، هناك من يقول أنه ما في خلاف حقيقي بين المعارضة والحكومة ما نجي نقعد في النظري، ربما استنادا على الشواهد يعني الموجودة الآن، لأنه في كثير من القضايا الآن التجربة السياسية الوعي السياسي اللي تكون بطول التجربة من 56 إذا حبينا نقول لحد 2009 انفصال الجنوب، يعني تقاربت الرؤى كثيرا زي ما قال إذا كان حوار العكاكيس في الجامعة يعني الآن الحوار صار أقرب، ما عدتم الطلبة ذاته كانوا موجودين بنفس الروح يعني الآن في تجربة وفي اتساق. لكن هناك من يقول أنه السبب الحقيقي في أنه المسألة ما مثمرة هي رغبة كل طرف أن يكون في مكان آخر، يعني المسألة الرئيسية ليست في الخلاف الموجود الآن، معادلة صفرية كمان معادلة صفرية أي يعني أنا أكون في مكانك وأنت تكون هذه بشكل الحقيقي يعني الآن المنع هذا الحوار. وبالتالي في ناس كثير من الشعب السوداني يفتكروا أنه القوة السياسية بعض الناس في الشارع السوداني أنه ما عادت تخاطب قضايا طبعا نحن لا خاطب قضاياهم نحن لا نريد أن نكون في موقع المعارضة خاطب قضاياهم يعني ما عادت هذه القضايا. وبالتالي تلاحظ الآن الانتماء للأحزاب تراجع كثيرا، الاهتمام بالمسألة الحزبية تراجعت كثيرا، هذه كلها مؤشرات لشعور بأنه هذه حالة بتاعت استدامة فشل مخاطبة قضايا الناس. هو شوف ده كلام يعني مهم جدا مناقشته ويمكن مناقشته بدون أي تحفظ أو حساسيات يعني مثلا إذا كان الكلام حتى عن مرحلة الشباب وهذه يعني إحنا لازم نقل بأنه كنا شبابا في الطلبة لكن هناك غيرنا الآن في الطلبة شباب موجودين وما زالوا يصطلعون بغير العكاكيس ما ورثتوهم الحكمة في صواطير ما ورثتوهم الحكمة دي نقطة. ولكن أنا أقصد مش لكن أقصد أنه هنالك الآن يعني أجيال لا بد من الاستماع لها سواء كان القيادات الكبيرة في المعارضة أو الحكومة، هذا الشباب اللي عنده وجهة نظر اللي عنده طريقة تفكير جديدة اللي عنده لغة جديدة اللي لا يمكن أن تشكك في أنه هو يحب هذا الوطن والانتماء إليه ويحب أن يشوفه بطريقة أجمل. دي نقطة كبيرة تستدعي عمل مشترك من الجميع. يعني القضايا اللي أنت طرحتها يعني أو اللي تفتكر أنها يعني أنا أفتكر إحنا محتاجين
لفعلا اذا ما يعني توافقنا وتمكنا من اننا نكشف زورنا لبعض بطريقه صحيحه اننا كل الموجود نطعي، مش بقصد يعني كل قضيه احنا لازم امامها او في مواجهتها نشوف المعادل المعوض او المعادل المعاقب او كده، لكن قضايا تنطرح لانه المسكوت عنه احيانا يعني لا يساعد في أن الناس يتوصلوا لأي نوع من التجربة. القضايا دي كثيرة في إطار كم 20 سنة في من عمر السودان. يعني الحاجة النقطة الثالثة أنه ونحن في الظرف الراهن يعني في البلد، أنا أفتكر أنه يعني للأسف السودان منذ فترة طويلة بيحكم باتفاقات، يعني الاتفاقات بتوقف في عواصم خارج البلاد. يعني احنا فعلا بنسعى لانه يعقد هذا يعني البلد دي تحكم ويوضع عقد اجتماعي جديد وخلاف باتفاق يتم في داخل البلد في الخرطوم، لكن اتفاق يناقش كل التفاصيل كل المشاكل كل القضايا. وعشان كده احنا نفتكر انه هو مش مناقشه لحول انه نكون في السلطه او من يكون في السلطه. انا افتكر يعني دلوقتي اللي بيفكر في السودان بعد وضعه ده يكون في السلطه ده زول بيكون تعبان جدا، ده زول بيكون يعني ده طرزان ده مش كده عشان يقدر يحكم البلد بالطريقه بعد ما الجماعه دي وصلوا للمرحله دي. يعني لكن احنا بنتكلم عن مخرج حقيقي لهذا. يا اخي السودان ده انفصل، دي قضيه مش بسيطه. انفصل المعارض عنده اسهام في هذا طبعا. وين غادي يكون عنده اسهام؟ نقول عنده اسهام خلاص نعملها 60-40، المعارض عنده 40 60% من الحكومه بتقبل بيها ما بتقبل بيها برضه. طيب ما كمان هي الحقيقه ده موضوع كبير طبعا. الحقيقه موضوع كبير، هذا موضوع ممكن يناقش. لكن طبعا الحركه الشعبيه موقف شنو اجمل حاجه في الموضوع ده واجمل حاجه في الموضوع ده انه ما مناقشه اكاديميه، يعني مش مناقشه اكاديميه مش اوراق كده، مناقشه والشعب السوداني حاضر، وهذا الشعب الذكي ويفهم تماما من الذي فصل الجنوب وكيف فصل. نرجع للموضوع الرئيسي، القضيه مش احلال الاماكن يعني، انما الاتفاق على انه كيف هذه البلد تحكم، كيف تدار، كيف 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 نعمل مصدات للفساد اللي اصبح يعني حديث كل الناس الان، كيف نمنع مصدات لانتهاكات حقوق الانسان، كيف نمنع مصدات الى اخر القضايا اللي انا لو تكلمت فيها حيتقال انه ده كلام بتاع شروط وبروج للمعارضه وبتهم في غازي وكده. دي قضيه كبيره ما ممكن تعالج بالبساطه اللي بيحاول بعض غاده المؤتمر الوطني انه يقولوها تعالوا نقعد نتفق على دستور، مش بالبساطه دي، اكبر من كده. لا هو 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 طبعا برضو الاخ الشفيع بيروغ من هذه النقطه انه هم قبل كده دخلوا في المشروع الوطني، دخلوا فيه بهذه البساطه، دخلوا فيه واتفاق نباشا والانفصال تاع الجنوب ده. هم طبعا كانوا في وقت من الاوقات حلفاء الحركه الشعبيه اللي هي لا نصيب جديد في الانفصال. فاذا دارين نناقش المسائل اللي فعلا نطرحها بكل حيله وبكل موضوعيه، ونجي نحاكم التاريخ بتاعنا وبتاع الاخرين ونشوف كل زول نصيبه منا شنو. زي ما قلنا اذا دخلنا في حديث المآخذ والمباراه في الحكومه عندها مآخذ كثيره جدا، عندها مآخذ مشروعه جدا يعني، باعتبار انه حس ما في خلاف انه الحكومه دي هي حكومه مشروعه بغض النظر عن راينا في الانتخابات والعيش العالم كله قبل انبياء القوى السياسيه قبل انبياء في وقت من الاوقات، وهي مشروعه الحكومه المشروعه عندها انشغالات المشروعه، استقرار البلاد، الوضع الاقتصادي فيها الى اخره الى اخره، مسألة بتتطلب منها إجراءات معينة. ده كله ما بيمنعنا نقول إن نحن نتطلع إلى وضع أفضل في قدر أكبر من الإجماع، يعني كون الحكومة تقول نحن عايزين قدر أكبر من الإجماع رغم ما لدينا الآن من سلطة، لدينا رغبة في قدر أكبر من الإجماع، أفتكر هذا موقف إيجابي ينبغي أن يكافأ. هذا كل ما نقوله. طيب الدكتور ختاما يعني إليكما، يعني هل بات خيار المساومة إنه نتطلع عليه لما أقول الصيد الصدر المهدي لمربع جديد وموقف جديد تخرج فيه معارضة للموقف التقليدي وتخرج فيه كذلك الحكومة الموقف التقليدي، هل بات هذا الخيار الآن خيارا له فرصة، يعني خيار له فرصة وعنده مستقبل أم لا؟ وده نربطه برضو نشوء حركات مسلحة وتستديم العنف وكذا والموقف من العنف عموما في التغيير. أنا أفتكر أنه يعني أي مخرج لمساومة أو اتفاق أو دائما ممكن في حالة الاعتراف بوجود الأزمة، يعني إذا كان المنطق هو المنطق ده أنه نحن مستقرين لكن نريد مزيد من الإجماع
انا افتكر ده منطق ما حيصل ما حيوصلنا لاتفاق. انا احنا بنقول انه احنا مستعدين لحوار الاتفاق لانه البلد في ازمه مش لانه البلد مستقره ومشاكل. يعني صحيح الحكومه منتخبه احنا عندنا راي في الانتخابات اوكي حكومه امر واقع بينعمل لكن البلد اقتصاديا تعبانه امنيا تعبانه البلد فصلت فيها الجنوب البلد فيها حرب في جنوب كردفان في جنوب النيل الازرق في دارفور فيها حكومه ما معروف فيها حكومه ولا ما في حكومه يعني البلد في حاله انهيار. احنا بنفتكر انه دي واحده من دواعي الجلوس والوصول الى اتفاق لمنع هذا الانهيار. طيب وده بيتطلب زي ما قلت شروط ما داعي اكررها ثاني. هل نفتكر انه المشكله انه ذاته التوصيب بتاع دكتور الشفيع هل هو ورط ايضا يعني انه اعتبار انه الطرف الاخر في عدم انهيار كامل وبالتالي عليه ان ياتي للحوار؟ اي دوله في العالم الان تواجه تحديات حقيقيه امنيه واقتصاديه وسياسيه. اكبر دوله عندك الولايات المتحده الامريكيه الان في ازمه حقيقيه اقتصاديه وتعبيرات الأمنية واضحة جدا الوضع في أفغانستان في العراق قضية الإرهاب إلى آخره إلى آخره. ما في دولة في الدنيا ما عندها مشاكل. مفروض نكون موضوعيين في أن نقيم هذه المشاكل يعني كمشاكل اقتصادية ومشاكل أمنية. مفروض نكون موضوعيين أيضا في تقييم من المسؤول عن تلك المشاكل. يعني هو مثلا الأخ الشفيع بيقول في مشاكل اقتصادية كده ويقرر هذه الحقيقة كأنها حقيقة مطلقة ثم ينسبها إلى الحكومة. طبعا المفروض نحن نشوف مشكلة عدم الاستقرار الأمني هل هي مشكلة الحكومة واحدة؟ مشكلة الناس اللي بيشيلوا سلاح؟ مشكلة النخبة اللي عاوزة تحكم؟ مشكلة الناس المرتبطين بأجندة خارجية؟ الليلة المعارضة المسلحة تمشي بين؟ تمشي كمبالة؟ تمشي جوبا؟ حاجة معروفة جدا. فإذا المسؤولية ما من المصلحة في التشخيص وفي وصف العلاج إنه نغض الطرف عن الالتهاب الكبير في الكبد عشان نعالج الالتهاب الصغير في الجلد. المساومة يعني عاوزين لما الناس يجلسوا فعلا يكون في موقف وطني ان عاوزين نتناقش مسائل البلد عشان نشخص انه البلد هل هي فعلا في حاله انهيار؟ هل هي فعلا في حاله ازمه بهذه الدرجه ولا لا؟ ولا ازمتها يعني لازم يكون في نيوانس شويه في تلوين في نوع من الظلال. يعني نقول انه والله عندنا مشكله اقتصاديه لانه انفصال حصل وبترول فقدنا عائدات وعائدات الى اخره الى اخره. نقيم المشاكل بصوره موضوعيه جدا ما نعمل تعميمات كاسحة. هذا مضر بالتشخيص. نعمل مضر بالمساومة كذلك طبعا. ما أصلا أنت إذا ما شخصنا سوى عشان عرفنا المشكلة شنو المساومة ذاتها حتكون على شنو. يعني المساومة هي جزء من الحوار. الحوار بيكون حول نجي نشخص المسائل سوية. الحكومة معترفة بالأزمة عندها استعداد تمشي لمربع ما في حكومة ما عندها مشكلة ما عندها أزمة. لكن كون هذه الأزمة هي لا أحيانا تقول نقول دكتور الشفيع دائر قدري من الإجماع يعني كأن ما عندك لا 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 لا, لا ما كل ما حصل إجماع الممكن كويس لكن ناتج عن إحساسك بالأزمة إنه في أزمة حقيقية بتتطلب منك تمشي خطوات إلى الأمام ولا أنت ريلاكس مرتاح أنت سميها أزمة أنا بسميها تحديات واحد ثاني سميها مشكلة ما بتفرق معي كثير. انا دا اشخصها واقول الحكايه دي هي حجمها شنو. يعني حسب ازمتنا في الاقتصاد هي شنو. عندنا مشكله في الاقتصاد حاجه معروفه جدا بسبب الانفصال ما في زول بيقدر ينكرها. لكن هل هي ازمه يعني يمكن ان تطيح بالبلاد بالدرجه التي توصل بها بعض احزاب المعارضه هذه الازمه؟ نختلف حول هذه. طيب انا تكرر الزمن بتاعي المتاح لهذه الحلقه انتهى لكن احنا وصلنا لاتفاق انه حال اجراء الحوار ان نبدا بتشخيص الازمه حتى نكون متفقين بعد ذلك على العلاج. إذا هذا حدث على الأقل نحن في هذا البرنامج نستعد أن نفتح يعني نوافذ لهذا الحوار ونبدأ فيه نقاش باعتبار أنه النقاش هذا يساعد النقاش إن شاء الله اللي حيكون في الغرف. شاكر للدكتور الشفيع خدير وشاكر للدكتور غازي صلاح الدين وشاكر للسادة المشاهدين وإلى الملتقى في حلقة جديدة من حتى تكتمل الصورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية